من سنة 93 زي النهارده بالظبط كسبنا الاهلي ومريخ 2-1 في المريخ، وانت جبت الهدف الثاني في السودان. زي النهارده بالظبط. لا والله. والله وجبت جول وعملت حركه كده غريبه شويه. عملت حركه ايه؟ لا حركه حلوه على فكره والله. هي دي سنه 93 ده عبد الجليل طبعا. وبيعكس كره عاليه وبخطه الهدف. ايه ده ما شاء الله. كره افريقيا. ايه الجمال ده؟ 93 هي اي حركه بتاعتك المعتاده. ايه ده ما شاء الله. فريق الاعداد بصراحه ممتاز بتاعك. دي جديده دي تصدق؟ قالوا لي ان زي النهارده بالظبط طبعا. ده كان والله. في السودان. كان مع مستر آلان هاريس عبد الجليل. ما شاء الله 2-1 في السودان. بس كنت قناص طول عمرك. قناص يا اخي تصدق؟ والله. ده ده ولا كريستيانو. لا قناص قناص يعني. دي حقيقه. مر من اثنين حلو الرقص. وبيعكس كره. لا ده حاجه جامده قوي. بس بقول لك سيبك من الاوفر بتاع عبد الجليل. بص التكمله. لا لا سيبك من الجول. خليك في دي في اللي بعد دي. الرقصه جامده قوي بصراحه. دي عاديه دي. ايوه دي هايله. دي حاجه برازيلي. لا عبد الجليل صراحه. جلجل. بس اسامه صاحب البصمه ده مش كده؟ صاحب عربي. اسامه عربي. جلجل. بس بص ما شاء الله. بص سيبك من عبد الجليل برضه. بص الدخله بتاعتي انا بقى. لا ما انا بقول لك انت كنت والله والله كانت ذكريات جميله كابتن علاء. كان النهارده بصراحه فريق حلو صحيح. مشكورا يعني قالوا لي ان اتذكر كابتن المعلومه دي. بس دي من الماتشات الحلوه قوي. وعلى فكره كان ليها ذكرى حلوه قوي دي. قول. لان ده كان اخر علاقه كويسه بيني وبين مستر هارس. فلا والله كان طيب. كان ماتش بره وماتش حلو قوي ومن الجوال. بفكر برضه الناس 93 دي دي من قديم للاسف بعيد قوي. لكن نتكلم بقى في النقطه المهمه. من تقريبا مش